منزلنا كان في منطقة المناخة، وهي منطقة قريبة من الحرم، وفي حوش أو زقاق اسمه زقاق جعفر. البيت كان يتكون من تقريبا دورين ونصف. أنا ولدت في هداك البيت عام 1955 للميلاد. كان ترتيبي السابع بين 14 ابن وابنة، وكنا نعيش في البيت كلنا سويا مع بعض. كنا في المرحلة الابتدائية معظم مذاكراتنا تكون في الحرم النبوي الشريف. نأتي من المدرسة، أنا أتي من المدرسة بعد الدوام الدراسي، وأتناول طعام الغداء وأذهب مع والدي لمساعدته في تجارة الماشي، في الاعتناء بالماشية. أنا أتذكر كان عمري 9 سنوات، كان والدي يستأجر مزارع في المدينة المنورة، مزارع أحواض فيها الذرة، عيدان الذرة، نستأجرها من صاحب المزرعة طبعا بمبلغ رخيص، لأنه إحنا اللي نروح نقطعها ونشيلها ونحملها. فكنت أنا أذهب مع والدي على العربة والحمار أكرمكم الله جميعا، أذهب مع والدي وننزل إلى تلك الأحواض ونبدأ بقص عيدان الذرة من تقريبا 20 حوض أو 25 حوض، ثم نبدأ نحملها على العربية ونربطها، ثم نأتي بها أو نجيبها إلى الأبقار. بعد ما نجيبها إلى الأبقار، الأبقار أيضا مدلع، لازم إحنا نكسر الأعواد هذه قطع صغيرة عشان تستطيع الأبقار تأكلها. فكانت يعني أمور يعني أشغال مضنية وإحنا صغار. دراستي في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية كانت جيدة جدا، يعني كنت من الطلاب المتميزين والمجتهدين تقريبا. فبعد تخرجي من المدرسة الثانوية، الحقيقة كانت رغبة أن ألتحق وأكون كابتن طيار على طائرة الخطوط السعودية، ولكن بعد الاختبارات واختبارات النظر واختبارات الطبية يعني وجدت أنه نظري ضعيف ولازم ألبس نظارة. فكانت الخطوط السعودية وقتها لا تقبل أي شخص نظره ليس 6/6. بعد ذلك طبعا يعني لم أيس في الحقيقة، ولكن فكرت أنه أسجل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فسجلت في كلية الآداب في قسم الاجتماع. تخرجت من كلية الآداب قسم الاجتماع، وكان لي رغبة كبيرة أنه أعمل في وزارة الخارجية. وزارة الخارجية كانت الوزارة الوحيدة خارج الرياض العاصمة، هي في جدة. في الحقيقة لعدة أسباب، أول شيء قريبة من المدينة وأنا أهلي في المدينة المنورة، ممكن أروح وأجي عليهم يعني تقريبا أسبوعيا أو كل أسبوعين. ثانيا يعني لرغبة أني أعمل في السفارات في الخارج،